نور تي في. استو استو. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خطبة أجيبكم أنا هندي إن شاء الله. خطبة الليلة. بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبقى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ما لبس الحجيج ملابس الإحرام. الله أكبر. ما رأوا الكعبة فبدأوها بالتحية والسلام. الله أكبر. ما سلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند خلف المقام. الله أكبر. ما اهتدوا بنور القرآن وفرحوا بهدي الإسلام. الله أكبر. ما وقف الحجيج في سعيد عرفات. الله أكبر. ما تضرعوا في الصفا والمروى بخالص الدعوات. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور. الحمد لله الذي تفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور. سبحانه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا لك الحمد سرا وجهرا ولك الحمد دوما وكرا ولك الحمد شعرا ونثرا. أيها المسلمون عباد الله، الأعياد في الإسلام تبدأ بالتكبير وتعلن للفرحة النفير، ليعيشها الرجل والمرأة ويحياها الكبير والصغير. أعيادنا تحليل وتكبير. إذا أذرنا كبرنا الله، وإذا أقمنا كبرنا الله، وإذا ذبحنا كبرنا الله. هذا تنفيذ لتوجيه الله سبحانه وتعالى، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. العيد كلمة ذات معنى، كلمة تذكر الوحيد بأسرته والمريض بصحته والفقير بحاجته والضعيف بقوته والبعيد ببلده وعشيرته واليتيم بأبيه
والمسكين بأقدس ضروريات الحياة، وتذكر كل هؤلاء بالله. العياد في الإسلام طاعة تأتي بعد طاعة. عيد الفطر ارتبط بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعيد الأضحى ارتبط في فريضة الحج. موسم يختب بالذكر والتكبير، واذكروا الله في أيام معدودات، ذكريات تتجدد عبر الزمان والمكان وتزيد الصفاء ولمعان. 10 أيام. يا عباد الرحمن ارغبوا، ارغبوا في طاعة الله وفي حب الله وفي جنة الله. عيد الأضحى يوم التضحية والفداء، يوم الفرح والصفاء، يوم المكافأة من رب السماء. لمن؟ لمن يا أمة الإسلام؟ للنبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، صاحبي الفضل والعطاء. أراد الأعداء بإبراهيم سوءا، لكن الله لطمهم وأبعدهم وجعلهم من الأسفلين، كما يجعل كل أعداء الدين إلى يوم الدين. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وأما إبراهيم فله شأن آخر وطريق آخر وهدف آخر. وقال رب إن رب وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رجاء مشروع يريد فقط الصالحين لإصلاح الأرض وبناء التوحيد. رب هب لي من الصالحين. ودعاء المخلصين مسموع ومجاب في لحظة من اللحظات. فبشرناه بغلام عليم. إبراهيم يمتهن ليمنح ويختبر ليعلو، ويبتلى ليسمو. فلما بلغ معه السعي، أي بدأ يمشي، وهنا أعظم مرحلة الحب من الوالد لولده، ولكن الله أراد إخلاص قلبه وتمحيص فؤاده. وفي هذا ذبح للابن طاعة لله، ويبلغ الابن من الوالد ذاته. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ليعيد عات اليوم وعلماء التربية هذا الأسلوب الراعي من الحب المتبادل في أهلك الظروف وشد المهن وأصعب المواقف. فيرد الغلام بالمستوى نفسه من الشجاعة والإخلاص، من التضحية والفداء، من الأدب الرفيع والذوق العالي، وتقديم المشيئة، لأن الموقف موقف فتنة. يا قبرة الربي قصة نبي الله إبراهيم في إسماعيل مرتك سنودا جيتني جرتن أبان واني أسر دافر أنين تقلوا الرانتن أمر الربي ويتو مفرئتو ست دفو هما فرئكستو أمر الربي يو ست دفو أمر الربي سنقبلو ملي واني برانجيرو. إبراهيم إلما كان أبان أرغت كما تعلمون، إلما دبان أرغت كان ربين قرر جنان. امتثل أمر الله، أمر ربي سن تولي جدي فرتي. إلما تكان هو إلما تكان أمر نساء وقا كده سديفي كده لمن دبره غافة قرر أمود أف أججني نتك النم جرنين أجج ربي كيتيسا قوتي جرن. افعل ما تعمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وجاءت لحظة الحسم فلما أسلما وتله للجبين. ويتجر لجوت والتل جرني أبان لين أمري ربي فرته، إلمتك قال لين أمري ربي فرته. قراسا إسا تفسي لغدي جيبسا ربين متبت إسا فده متبت إسا فده. وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. امتحان ما أشده، اختبار ما أصعبه، ابتلاء ما أعظمه، إن هذا لهو البلاء المبين. وصوم قرن كناكن أنا رتته، وصوم بلي زكية سرتته، وصوم بلي إسلام سرتته. إجنون كي يافي كمال هاته أسر ونفر أنك إسان اتهد مدافي أمر الرب وان حق فر جبات كيسة اللي يوكر فتاته. قبلتي مالي وان بران قبو جچا فرتين سمالي وان بران جيرو جچا. كنافو يا بليان إسلام أران تنعيني. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن طاعته تزيد. إنما العيد لمن غفرت له الذنوب في ليلة العيد. أدي أفتوك نقفامتي أفتت الفتو دامتي
mana tolfatu damiti wanni barbaachi sumalire namni ida argate guya gamachu argate nama khairi nisa olde majirtu ka khairi nisa halkani guya idamtu وركسي رب نها قدم انما العيد لمن غفرت له الذنوب في ليله العيد هل كان اذا كسنا ما وانا كسي ارغته دوب عيد جتكم مالره يوم تتحرر القلوب من الكذب والنفاق ويوم تتحرر الصدور من الشحناء والبغضاء ويوم ان تتحرر الحقوق من قيود الفساد والابعاد فيبذل كل ذي واجب واجبه نمني مرتنها كوفي في الراجي سوبر باتشيسا أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أخ المسلم أخت المسلمة أيها المباركون، إننا في هذا اليوم ينبغي علينا أن نقتدي بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم العيد وآدابه. وأن نمر الرابر باتشيسو يا أمة إسلاما وان آداب قيا كان رسول صلى الله عليه وسلم دابتن ان دابتون برباچسا سنتو مالي ان تقف هذا ادهيا قلودا ادهيا سن ايغا ايدر را ديبي انقلن ايغا صلاة صلاة بودا قلن ادهيا سن سننا مؤكدا كل نمجرو ارتك دن ديتي قبو. يقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانهر. إسين سنمال الراهي أجن قالا في هوري الراهي نما تربى الراتة هجر لمانكن يوكا هولا دافر إيدا جري نما تقو في ماتي إساء الراتة وقت نسي قرآن إيغا صلاة إيدا الراقبة قيا سدي إيدا بودا أيام التشريق سدين أدون مغربني قهودان درتي أجتر مججا أكمتي قرى يوكا جرى متاتي يذبوها قائلا بسم الله الله أكبر أكنا جريت قرى أكما سنة مسا آدابا قياكا نائرا كراتو كونديماني كرابراتين قلن آدابا قياكا نائرا أمس التوسئة على الأهل والأولاد ما تيوفي تيفي المان في ورفي الردي بل لسورة برباتش سيجر قيا قمتشوتي دون إسراف أو تبذير. يقول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دوبا صفو دام مالتي دانغا دبرو دام مالتي أكا كانتو برباتشيسا. وكذلك التوسعة على الفقراء والمساكين فقير الرتي اللي بلسو برباتشيسا أكما ريفو دبتامي دبري كل نسكنا مبادئ إسلامية رفيعة فيها البر والإحسان وإدخال السرور على الفقير والمساكين فما أجمل هذا الدين الحنيف. وأخيرا وان كان هند ولدتك أبتو داف كان هند ولدتك أبتو داف لابد من وجود الأمن والأمان في الأنفس والممتلكات في الليل والنهار. هل كان يقول ياك يستي نجين نجراتو دا نجين نتيفمو دا لبون نما تيفمو دا قبين نما هل كان يقول ياك يستي اللي ايغمو دا كوني مرتين واني أرغمو مالري يونو تي هندي كديرادو برتي كغدا في جارسا في درقا قيسا نجايا كانك اي نتاتي نغاها كان ايغون نمر الرها جراتو اكنتي ولدت قبامني سلاتون اكنتي ولدت قبامني ايغامني جاتشون يونا جيني كوني جراتي نغاها كان ربنا الرها ترسيسو نغاها سن الرام اللي توكو وان دوكو بنامتي في دورا ايغامو دا بل في الدادا كان دربامني جاتشو ريفو تانا دبتا ميجرا. يقول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ورموا من توتا أزاقد أن هما تهينواته ورموا منا إسا مؤمنا أزاقد ور إسي مؤمنا اللي أزاقد وان أبان هندلقين بل ليس أبان قمن فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا جدا. والله نسأل أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من مكروه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أبي بكر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.